السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم البراونيز بطريقتي الخاصه. كيجي المذاق ديالو لذيذ بزاف، هائل. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. ما تنسوش تخليوا لي التعليقات ديالكم والاراء ديالكم، ولا عندكم شي تساؤل او اقتراح خليوه لي اسفل الفيديو في التعليقات، وغادي نبداو على بركه الله نمروا لطريقه التحضير. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو، مياه وستين غرام ديال سكر سنيدة او سكر حبيبات، مياه وخمسين غرام ديال شوكولا نوار، ومياه وخمسين غرام ديال الزبدة من نوعية الجيدة، ثلاثة البيضات. عندي هنايا الجوز او الكركاع على حسب الرغبة ديالكم، الكمية اللي بغيتو. وعندي قليل من اوريو حتى هو كذلك. ثم غادي نحتاجو 80 غرام ديال الدقيق وملعقتين كبار ديال الكاكاو المر، ونصف كيس ديال خميرة الحلوى تقريبا 4 غرامات. وغنحتاجو كذلك القليل من الشوكولا اللي قطعتها بهذا الشكل، الكمية اللي بغيتو ماشي مشكل. إذن اول شيء كناخذ السكر وكنضيفوا ليه البيض، وكنطربوا هذا البيض مع السكر جيدا حتى كيتضاعف لينا الحجم ديالو كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو، تقريبا واحد 10 دقائق. ثم كناخذ الشوكولا كنذوبوها في بهماغي وكنضيفوا عليها الزبدة، وكنحركوا هاد الزبده مع الشوكولا حتى كتذوب. هنا بعد ما ضاعف ليا الحجم ديال البيض مع السكر اللي طربنا سابقا، كنضيفوا الدقيق اللي كنغربلوه ضروري، كنضيفوه على البيض مع السكر، وكنخلطوا بحركه دائريه باش ما كنطيحوش البيض، وضروري هنايا ما كنغربلو الدقيق. كنبقاو كنحركو حركه دائريه باش نحافظو على قوام البيض. ثم من بعد غنضيفو الكاكاو، انا استعملت هنا ملعقتين كبار ديال الكاكاو المر. ثم من بعد كنضيف واحد الملعقه ديال الدقيق للكركاع باش ما كيهبطش لينا ملي كنخلطوه مع العجين ديال البراونيز، وكنصبوه في المول ما كيهبطش لينا القاع. هنا بعد ما ذابت الزبده مع الشوكولا اللي حضرنا سابقا، كنضيفوها على الخليط، لكن كنخليوها حتى تبقى دافيه ماشي تكون سخونه، وكنضيفوها شويه بشويه على الخليط، وحنا كنحركوا بحركات دائريه دائما كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو. فهنا ما كنصبوش الخليط ديال الزبده والشوكولا وهو سخون، كنخليه حتى كتهبط الحراره ديالو. ثم كنضيفوا القرقاع او الجوز، هاد البراونيز هذا كيجي زوين بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوه في الطريقه السهله. ثم غنضيف اوريو، فانتم ليكم الاختيار بالنسبه للجوز وكذلك اوريو وكذلك الشوكولا، فعلى حسب الرغبه ديالكم. وكندمجو جيدا بهذا الشكل، ثم من بعد ما كتدمج لينا المكونات كامله،
كنضيفو 4 غرامات تقريبا ديال خميرة الحلوى، كنخليوها حتى للتالي وكنغربلوها. في هاد الأثناء كنكون وجدنا المول، دهناه بالزبدة ورشيناه بالكاكاو كما كتشوفوا معايا. انا غنستعمل هذا المول هذا وغنصب فيه العجين ديال البراونيز ديالي، وغادي نقادو كما كتشوفوا معايا في الفيديو، ثم غندخلو الفرن على 180 درجة، كياخد تقريبا ما بين 20 حتى 25 دقيقة. اما اذا كان الفرن ديال الغاز فغتشعلوه من التحت، يكون ناقص شوية متوسط، وغادي تبقاو تراقبوه حتى يطيب، لكن تردوا ليه البال لانه ما كياخدش الوقت بزاف، وكذلك الى بقى اكثر في الفرن فكيقصح، فلهذا تردوا ليه البال. وهذا هو الشكل النهائي، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. ما تنسوش تخليوا ليا لايك للفيديو الى عجبكم، وكذلك تابوناو فلاشين ديالي حلويات زبيده باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وكنشكركم دائما على حسن المتابعه والوفاء وعلى التعليقات الرائعه والجميله والمحفزه، ونقول لكم تلاقاو مع وصفات اخرى جديده وفي امان الله.